موجز أنباء السادسة، أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 21 إلى مارس 22، والتي شهدت تحسنا ملموسا مقارنة بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك متابعة جهود وزارة المالية للتحول الرقمي في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلا عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب وكذلك ميكنة المنظومة الجمركية، بالإضافة إلى تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي. يقام بعد قليل حفل إفطار الأسرة المصرية والذي ينظم بشكل سنوي، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة فيه خلال السنوات الماضية. كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب، فضلا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة الاستعداد الكامل خلال فترة الإجازات المقبلة وتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ، مع الحرص على بذل كل الجهود الممكنة من أجل توافر مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الملفات المهمة بحضور وزراء التموين والتنمية المحلية ووزير الزراعة. وشدد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية تحقيق كل محافظة مستهدفاتها من توريد محصول القمح لهذا العام، موجها بضرورة قيام المحافظين بالمتابعة المستمرة لجميع خطوات وإجراءات الحصاد والتوريد والتأكد من صرف مستحقات المزارعين أولا بأول. نهاية موجز السادسة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.